السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الباي بال بيساعدني ان انا كمتجر الكتروني اقدر ابيع المنتجات بتاعتي ويبقى عندي حساب في الباي بال، والحساب ده اقدر احوله على الفيزا. مش هينفع اروح مطعم او كارفور او واقول له خد الباي بال واسحب الفلوس. طيب اعمل ايه عشان ان انا افعل المتجر بتاعي بالباي بال؟ ممكن تيجي هنا في الباي بال مي او من دفع وتلقي المدفوعات، هتلاقي باي بال بيبال مي والازرار بتاعت البيبال. طيب لو انا قلت له بيبال مي بيقول لي اختار الاسم اللي انت عايزه لما حد يحاول يحول لك الفلوس والازرار. طيب البيبال مي هيقول لك اختار الاسم، فانا اخترت الاسم اهوت. تمام، بتدوس عليه بيقول لك ان انت ممكن تشيره على الماسنجر او التويتر او الفيسبوك او نسخ الرابط وتبدأ تبعته لكل اللي انت عايزه بالشكل دوت. فهو الشخص هيبدأ يختار هو عايز يبعت لك قد ايه. فهو بيقول له انت عايز تحول مثلا قد ايه، فبيبتدي تكتب بقى مثلا 10,000 يورو، 100 يورو، زي ما انت عايز. وهو يحول، وتقدر تكتب الحاجة دي متحولة ليه بحيث لو حد سأل من البنك او حاجة زي كده. طيب الحاجة التانية الزرار، تقدر تختار شكل الزرار. ممكن حد مثلا عايز اد تو كارت، عايز يشتري دلوقتي سمارت بوتوم، في واحد عايز يدفع لك كل فترة. تمام، سمارت بوتوم هيبقى بالشكل دوت، وبيبدأ تدخل المعلومات اللي انت عايزها بحيث ان انت تنسخ الكوبي دوت لكود، والكود ده تقدر تحطه في الموقع بتاعك، هو كود HTML عادي. تمام، بحيث ان انت لما تحطه في الموقع يبدأ يظهر معاه حاجة بالشكل دوت، بحيث هو يبدأ يشوف ان هو يدوس فيقدر يدفع لك على الباي بال. طبعا هيتبعت دايركت على الحساب بتاعك. طيب لو انت عايز تربط بقى بطاقة السحب او بطاقة الائتمان، هتيجي هنا وتقول له ان انت عايز تربط بطاقة السحب. تمام، فهتقدر اهوت تروح حاطط الحساب بتاعك والمعلومات بتاعتك بحيث ان انت تقدر تحول من الباي بال للحساب بتاعك. طيب بعد كده انت ممكن تقول له انا عايز الدفع او تلقي المدفوعات يتم بشكل اوتوماتيك. ده الحسابات بتاعتي، المحفظه، مدفوعات، حسابات بنكيه، بحيث تقول له دي المحفظه بتاعتك، تقول له الباي بال حول لي للمحفظه بتاعتك. مجرد ان انت تختار الباي بال الحساب بتاعك وتقول له حول لي للحساب، فيبدا ان هو هيحول لك. طبعا بتختار انهي بطاقه اللي انت عايز تحول عليها، خلاص يروح داس عليها، يروح محول لك من الباي بال الحساب بتاعك ويبقى فيه الرصيد اللي انت عايزه. تمام، في برضو رابط مهم جدا هحطه لكم اسفل الوصف، يعني بيسهل عليك الموضوع بالذات لو انت موجود في مصر. فشوف الوصف بتاع الفيديو هتلاقيه بالشكل دوت، وهتلاقي ماي فيزا كارد ايشو ان ايجيبت، وتقدر ان انت يوز ماي فيزا كارد، او لو انت الحساب بتاع البنك بتاعك تقدر تقول له ان انت تدخل معلومات البنك بتاعك.